السلام عليكم البنات، شراكم ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. اليوم جيت نقاسم معاكم حوايج العيد تاع ولادي وتاعي، وان شاء الله اللي ما قدرش يشري حوايج العيد هذه المره ان شاء الله ربي يقدر ويشري ويرزق كل انسان مع هذا الغلاء اللي كاين. يعني سبحان الله كارثه، ولينا ما نقدروا نشري حتى حاجه. المهم نبدا معكم بحوايج تاع ولدي الصغير، هو الاولاني ما كنت وريكم واش شريت له. نبداو بحوايج تاع العيد اللي جات من نهار العيد ان شاء الله، واللي بخي مع اللي بخي نعطيكم اللي بخي باش تنظره. كارثة لي بخي دوكا، بصح الله غالب تضطر لي ديفوا تشري. شريت له هاد السروال تاع الجين، فيه هاد التقطيعات هنايا بصح ما بانش اللحم باسكو فيه من تحت. هذا شريت له 380، شوفوا شحال شبر 380، ربي يستر وخلاص. انا عجبني جا شباب وعجبو، تعرفوا داير صغاري فيه على الحاجه. شريت له معاه هاد البول، شوف هاد البول ديور هذايا، شريت له هاد البول. هذا شريته 240، هذا شريتهم غاليين شويه، الاخرين اقل في السومه. هادو شريتهم برج البحري قدام الجنينه، كاين تما مكازا يبيع تاع كبار وصغار. مي لا كاليتي تاعو ما شاء الله، جاي كوطون، و تي داز نحبوا نلبسوا لهم كوطون شي يعرقوا يجروا يلعبوا. يلبس كوطون حاجه احسن من يلبس حاجه ماشي كوطون. شريته له بصحته ان شاء الله كاع الناس تقدر تشري وتلبس. ما من الجين، شوفوا الكاليتي تاع الجين صح غالي بصح جين كاليتي تاع الجين تاع الصح. وفي هاد العرس هاد اللعبه هادي هنا بالغوش، هنا هاد الجين تلقايها بليزيوغ كولور ويبدل هاد اللون تاعو. وشريت له تاني بيل واحد اخر، هذا شريته من البرينتون، ها ولد جا البخي تاعو هاوليك 50000. شو غالي وشو رخيص وشو كلشي على حسب القدره. مي انا الحمد لله عندي غير زوج دراري مساكن اللي عندهم 4 و5، يعني الله يستر يكون الله يحسن العوان وخلاص. شوفوا شحال شباب، عجبني انا الديزاين تاعو شباب. من هذا كوطون يلبسوه يبدل بيه، كتعرفو داير صغار يسخو روحهم ياكل حاجه ممكن يطيح على حوايجو، وما تلقايلو كاش بيول تبدلو بيه خير من ما يلقاش واش يبدل. وشيفو تاني هذا مبخانتون باليدين، قلتلك كانت البروده يلبسو. شوفو تاني شحال شباب، جا في الاغيوغ باليدين، قلتلك كانت البروده يلبسو. فيه هنا الكغونا، هذا البخي تاعو شحال 85000، هاوليك شريتو مبخانتون هدايا 85000. الدراري صغار دايما تشيلهم زوج تبديلات إذا قدرتي خاطر يوسخو روحهم ماشي كيما إنسان كبير. وشريت هذا الشورت تاني صبتو تما، عجبني عجبني الشورت، هو ماشي بونتاكور، قلت لك كانت سخانة فين كنت مشكيتش تكون سخانة. هذا تيك مبخينطون فيه هنا بالغوج، البخي تاعو مكاش البخي راح لي نسيتو البخي، 100 وشي، المهم واحد 165 ولا 155 البخي ما تنحى ماش عارفة. شوفو من اللور كيفاش جاي فيه دو بوش، قماش تاعو داك الطري هذاك المليح يلبسو يكون اليز فيه، ماشي في الصيف شتي محبوش يلبسو حاجه خشينه، وما نتو يقعد له تاني في الصيف الا مشاش دوكا يلبسو من بعد هاي السخانه بدات تدخل. وشيت له هاد الباسكيت هادي باباه باسكو وليدي بكى عليها ما فهمتش علاه، وانا اقرف باسكيت عندي واقيلا هادي ولا ريني. شوفوا تحتها كيما قال ولد اختي تراكتور، شحال شحال اسمو هو شحن وبكى عليها. باباه غالو قال لي معليش نشوها له، اسمها برادا ما تلمو ما عجبتنيش، دعيت ان شاء الله تكبر رجلو في يومي مش جايبزها ما عجبتنيش. هو عجباته فرح بيا وحالتو حاله، قلت له خلاص خليه خليه يلبسها وخلاص شحال راح يقعد فيها. مي انا ما عجبتنيش، شوفوا شحال راسو المال، انا نحب كيما نايك اديداس، شوف راسو المال شحال كبيره كاتاستروف بالسكراج هذيا كاين تاع اسمو تاع الخيوط بالسكراج. مي انا هذه ما عجبتنيش كاع، هو شراها عجباته بصحته وخلاص مش راح نقولو. لي فوداي صغار يحبوا يبكوا لك على حاجه ربي يستر. دوك ندوزو لوليدي الكبير، قلت له معليش صور لك حوايجك، قال لي ماما معليش. شريت له قميص، شوفوا شحال شباب، شريت له هذا من الحراج يروح به صلاة العيد ان شاء الله ربي يكتب الصباح كيروح يصلوا صلاة العيد يلبسو. جاي قماش تاعو رهيب خفيف ما من لون شباب، فوالا فيها بوش هنا بلي بالقفالي من الفوق دمي. فوالا شريت له قميص هذا صباح العيد ان شاء الله يروح يصلوا صلاة العيد مع في الجامع. واخو خو مزال ما شريتلوش واحد، عندو تاع العام لي فات، مي بالك نزيد نشيلو واحد اخر. فيه هنايا بوش ماشي غالي بزاف في الحراج، حراج توجور تصيبي فيها لي بخي موان شيغ اعلى منا ومنا. فوالا يلبسو ان شاء الله نهار العيد، ان شاء الله ربي يكتب لنا ان شاء الله ونحيا وربي يقدرنا نعيدو يلبسو ولادنا ولاد الناس كامل يا رب العالمين. فوالا هذا تاع وليدي الكبير. وشريتلو تاني وش هو خير يعني، انا نقول برك شريت بصح هو لي خير في لوزي، بس هو ما شاء الله وكبر ديجا. شرا هاد البول، هاد لامود لي متبعو فيه هاد الدراري، هاد البول اوفر سايز كيما قال هو. فوالا هاكدا مكتوب فيه ريل، مكتوب فيه ريل، فيه هاد العفسة هنا، واحد بالبلون
مع انه بلادنا متعرفه بلاد الغبره وكامل. هذا شريته من عند في اي بي مودا، عند في اي بي مودا شريت له حوايج كاع شراو من تما. رحنا في الليل الحراش جاي قد جهه لاميري، عنده البخي ملاح يعني تلقاي الغالي تلقاي رخيص تلقاي المويا، عنده تاع الدراري من الصغار حتى للرجال بيان سور. كاين تصيب لي شوا بزاف عنده ما شاء الله، عنده الغاشي. شريت له هذا نورمال 230 على ما اظن، نورمال 230. انا عجبني من البلون توجور يقعد لون شباب يعني، البلون توجور لون شبابه. واش هذا البول دوزيام تاعني اوفر سايز فوالا، هذا نورمال بري شريت له 230 جاي في الكري، بصح هذا القماش تاعو شويه خشين على الاخر. ومن هنا مكتوب تاني ما عرفتش واش مكتوب فيه ديجا، انا ما قريتو بن ساغا واش مكتوب مولور بالانسياغا. كتعرفوا دوكا لي جون الصغار هادوما عندهم يتبعوا لا مود، واحد فيريل واحد بالانسياغا، ما فهمتش شنو هاد المعاني اون توكا، مي لاباس مليح. هذا ثاني ميم بخي مع الابيض 230000 فوالا. وهاد لو با تاع سيرفيت هذا شبا انا عجبني، هذا كي خير هذا عجبني في النوار ويجيك مع البلون بزاف شباب. في هذه لانسين تاع نايك، هذا نورمال 260 فيه دو بوش هنايا، ماشي من هذوك اللي مزيرين في زوال، باسكو تشوفوا اللي خرجوا كاع في زوال تما تحيلي تلبسي وليدك في زو ولا سروال، هادو شابين ما تصيبوش مزيرين على ماشي مزيرين على على الرجلين، جايين ملاح ما عرض عرض ما مزيرين. مكتوب فيهم نايك ثاني. وشيت له هذه الدوزيام ديجا ولبسها، هذه هي تاع جوردن في الكري فوالا، ومكتوب فيها ثاني كي هنايا جوردن. هذيك تضربيها بالضو ديجا تدير لك لو غفلي تاع تاع الضو. شابين ثاني شوفوا ماشي ديك المزيرين ثاني، وما واحد يلبس رجالكم ما يلبسوش حاجه مزيره بزاف في زول كيما انا نشوفو دوك في برا تحت تنخلعي تأمني، على بالك راني نشوف الدوبل. وهاد الباسكت شراها تاني فوالا، البخي تاعها ما شفتش راني شافي، هذا ماشي من في بي مود، من حانوت في برج البحري فوالا. هذه هي الباسكت اللي شرا، ها هو الحانوت تاع الحرش اللي شرا من عنده، الله يبارك يعني ما شاء الله عنده كل شيء. هاوليك في بي مود ماشي مودا، في بي مود هاو جاي، هاي لادريس تاعو، هاي ليك. عندهم كونت انستغرام وكونت فيسبوك نورمالمون، يحب تروح تزور طلاب باسكو لي بخي تاعو ملاح عجبوني. ودايما يدير الصول تصيبي بانزوم عنده بول مع با تاع سيرفات وباسكت ب 450000 صافي، تقدري تروحي وتشوفي اللي مازال ما شراتش ولا اللي ما كانتش قادره تشري من قبل. وليا انا دوك نقول لكم واش راح نلبس ان شاء الله نهار العيد، مي تاع الخرجه ما شريتش باسكو لي بخي كارثه عظمى، وما صبتش ما صبتش حاجه اللي دخلت عليها دراهم وتلبسيها. حنلبس ان شاء الله ربي يكتب هذه الجبيبه هذيا، هذه شريتها 680 وماشي هذا العام شريتها، ما لبستهاش برك فوالا. شوفوا عندها هذا الديتاي، عجبني هذا الديتاي انا اللي فيها، هاد العقشات هذوما شابين. عندها هذه هنا تغطي هنا، وعندها الداخل باش تغطي على طاي تاعك باش تمدك لها فوق، باسكو جايه هذه شغل كيما اللي شاف سوغي ولا هكا. شوفوا كيفاش دايره فوالا، شوفوها كيفاش دايره فوالا. شوفوا لي كولور اللي فيها شحال شابين، عجبوني لي كولور. وليد تاعها هكذا هكذا خفيفه تاع وقتها، وعجبني بزاف الكول تاعها هنايا. شوفوا هنا واش عندها في اليد تاعني، هاد الكالون هذايا، وهنا عقيقشات هكا شابين، انا عجبوني خدمه متقونه بزاف. شوف لا فينيسيون شحال شابه، خدمه هايله الله يبارك. قلت نلبسها والخرجه ربي يرحمته ما شاء الله نشري، باسكو هذا الفيديو نصورو نهار الاثنين قبل ما يلحق العيد ديجا يعني. وعندي هذا قلت نلبس مع هذا الصابو، هذا العام اللي فات شريته، هذا العام اللي فات هاد الصابو شريته. الا ما شريتلوش الصابو تاعو كنت حابه نشري صابو كومبونسي في هاد لا كولور، بصح كي رحت شفت هذيك تاع اللي جايين بالكوير وكامل غاليين 400 500 600 جاوني بزاف غاليين، قلت الا ما شريتش نشري نلبس له هذا ما بها ما فيه والو لاباس عليه. الشباب شريتو العام اللي فات، هذا شريتو الصولد في لابريز عند المكازا كبير يبيع صبابط، قلت معليش هذيك اللي خرجوا ديجا مازالهم دوك طوندونس هذا ترونسبارون طون تاع ترونسبارون، قلت لربي ما كتبش ما شريتش ما فيها باس نلبس مع هذايا وخلاص، المهم تكون الصحه وربي كتب لنا نعيدو هذا مكان. خياتي لحقنا نهاية الفيديو، هادو هما مشترياتي تاع العيد. دوك نبدا نخدم شويه كاطو، نخدم غير حاجه لي قيس قيس كيما طوابع ولا حاجه لي ما تتكلش بزاف، باسكو هادو تاع الطوابع ويتكلفوا بزاف.
الا تاع بريستيج واللوز وكامل وبزاف غالي تجيك شي حوايج ربي قدرنا الحمد لله وان شاء الله يقدر على كل انسان انه يقدر يكسي وليداتو ولي مازال ما كسي وليداتو ان شاء الله ربي يقدر له الخير والرزق لينا وليهم كامل وان شاء الله ربي يقدر لنا ونعيدو ان شاء الله بخير وعلى خير ويتقبل منا ربي سبحانه الصيام والقيام وصالح الاعمال ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. بقاو على خير خياتي.